بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ايده الله ورعاه برقية تهنئة الى اخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيق بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في السلطنة. واعرب جلالة الملك المفدى رعاه الله في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته له بهذه المناسبة الكريمة. سائلا المولى جل وعلا ان يديم على جلالته موفور الصحه وتمام العافيه ولسلطنه عمان وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القياده الحكيمه لجلالته. مشيدا حفظه الله ورعاه بعمق العلاقات الاخويه الوطيده التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات.